تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جورتون في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.